طيب احنا اتكلمنا ان انا بختار المحكم، بحدد اعداد هيئه التحكيم بواسطه الاطراف وبالاتفاق. طبعا من المفترض ان يكون المحكم مقيد بجداول المحكم، ودي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. يجب بقى على المحكم هنا في التزامات، المحكم بيلتزم بالمهمه التحكيميه التي وكلت اليه. يعني المحكم طالما قبل انت متحدد لك نقطه كذا، هي دي اللي هنحكم فيها، حتى ولو نشب بطلان امامه بس في امر اخر انت غير مختص بانك تطرحه. ليه؟ لان التحكيم منصب على جزئيه معينه، الجزئيه دي مش اللي موجوده في العقد. حتى برضو اذكركم انا سبب وقلت لحضراتكم في المحاضرات السابقه ان التحكيم بينصب على جزئيات معينه. انا ممكن اتفق ان التحكيم ده هيرد في التوريد فقط، لكن النقل ماليش دعوه بيه. يعني طب ازاي؟ طب ما انا عشان انقل لازم عشان اورد لازم انقل، ماليش دعوه. انت اخليت بالنقل اخليت بالتوريد ماليش دعوه، بس اتفاقك معايا التوريد مش اتفاقك معايا النقل. فالتحكيم ينصب على التوريد حتى ولو كان الامر مشكلته في النقل. دي مشاكل بتحصل ما بين الشركات دايما. دي جزئيات مهمه جدا وحساسه جدا. المحامي اللي بيباشر مهمه تحكيميه ولا يعلم بهذه القضايا معرض انه يخسر قضيه التحكيم. ده مش معرض، ده يعني ده اكيد هيخسر قضيه التحكيم. لازم ان هو يلتزم بالمهمه التحكيميه والا يخرج عنها. طيب طريقه اختيار المحكم وترشيحه للمهمه التحكيميه بتكون عن طريق المركز، المركز بيرشح ولازم المركز هو اللي يقبل، وغالبيه المراكز هي اللي بتحددهم من الاساس. يجب ان يمتاز بالحياد بين الاطراف وسلطته، ويمضي على التعهد وعلى الاقرار، وكده كده هو بيؤكد عدم علاقته بالاطراف. ويجب ان يتضح عدم انحيازه لجانب طرف من الاطراف. طيب هو انا لما قلت لحضرتك ان المحكم ملتزم بالمهمه التحكيميه، يعني هو ما يقدرش يتنحى؟ لا يقدر يتنحى وممكن ارده، بس بشروط، ولازم تتوافر فيها ذات الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات. حتى هو نفسه حتى عشان يقول انا بتنحى يجب ان يكون لديه المبررات، المبررات والاسباب القانونيه والجديه التي تجعله يتنحى او يتخلى عن نظر القضيه التحكيميه ويحيلها الى هيئه تحكيميه اخرى. حقوقه بقى هو فين؟ حقوق قبول التحكيم، الحق. هو لو مش قابله يرفضه من البدايه، ده من ضمن الحقوق. نظر صلاحيه التحكيم ومراجعه الاتفاق. دي النقطه اللي انا قلتها لحضرتك في الاول المحاضره خالص، اول موضوع المره دي لو افتكرت ان انا قلت لك ايه؟ بتروح بالاتفاق بتاع التحكيم والمركز يشوفه. ما هو مين اللي هيشوفه؟ مدير المركز؟ المسؤول الاداري؟ لا، هو هيخش للمحكم اللي غالبا هيكون متخصص في الموضوع واللي حضراتكم هتتفقوا عليه وهيقبله. بعد كده يرجع ينظره بقى في قضيه تحكيميه شامله علشان يفصل، يقول لك هو اساسا الموضوع ده صالح للتحكيم ولا لا؟ هو الاتفاق ده صحيح ولا لا؟ هو الاتفاق ده باطل ولا لا؟ فاكر حضرتك لما اتكلمنا في بطلان اتفاق التحكيم وقلت لك ان صلاحيه المركز ان انا اروح له عشان اقول له احكم ببطلان اتفاق التحكيم. فيجب على المحكم، يجب على المحكم ان هو ينظر في مدى صلاحيه التحكيم، موضوع التحكيم، هل يطرح الى التحكيم ولا لا؟ ومراجعه الاتفاق للتاكد من مطابقه الاتفاق بالموضوع المعروف. مش انا قلت لحضرتك انك انت ما تخرجش عن اتفاق التحكيم نفسه او عن الموضوع اللي انت عايز تطرحه للتحكيم؟ خروجك بيؤكد مخالفتك للاتفاق فبيبطل التحكيم. لازم يراجع اختصاصاته. حدوده ايه؟ زي كده الخبير لما حضرتك بتروح له في الدعوه العاديه مش بيبقى في حكم تمهيدي؟ الحكم التمهيدي ده بيصدره القاضي،
ليه؟ علشان يهدوا اختصاصات المحكم الكبير. نفس النظام، المحكم لازم يراجع اختصاصاته ويراجع زمان التحكيم مدته وتقديمه ووقته والفترة وهيقعد ليه، ويراجع مكان التحكيم، انتوا طلبتوا التحكيم فين؟ جوه مصر ولا بره مصر؟ وهل الاطراف مصريين ام غير مصريين؟ ليه؟ يحدد نوعه واختصاصه، هل هو دولي ولا محلي؟ في تحكيم جوه مصر يبقى دولي، وفي تحكيم بره مصر يبقى محلي. يحدد لغه التحكيم، ودي من اهم الامور اللي بيتعرض اليها البعض. انا رايت قبل كده اتفاق تحكيم بين شركتين مصريتين، ويكاد يكون يعني هذا الاتفاق مجرد اتفاق يعني على تحكيم محلي، تحكيم داخلي ليس بتحكيم دولي. وعلى الرغم من كده كان التحكيم الاتفاق شامل على تحكيم بلغة أجنبية. طب أنا ليه أشمل إن التحكيم لغته تكون أجنبية على رغم الأطراف مصريين؟ طبعاً دي من الأمور اللي ممكن يراجعها، لأن في أمور سهل إنها تعاد طرحها مرة أخرى. أنتوا الاثنين مصريين، طب ليه نخش في 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 ترجمة وما إلى ذلك؟ لا، عدي الاتفاق وعيد الاتفاق تاني في الجزئية دي مش أكثر، وبيقروا بهذا في محضر الجلسة. حابين مكان التحكيم يكون فين؟ طب الأطراف موجودين في القاهرة، طب أنا رحت مركز التحكيم في اسكندرية، طب خلاص رجع لي مركز التحكيم انقله لي القاهرة، بسيط أروح بدل مركز أروح مركز تحكيم تجاري في اسكندرية، أروح مركز التحكيم في القاهرة، أوفر على الناس الموضوع. هي النقطة في كده، اتفقوا الأطراف إن التحكيم في سنة، طب وليه الموضوع كله ممكن يخلص في 6 شهور؟ في جزئيات. طيب بيجي بقى هنا دور المحكم في ايه؟ دور المحكم في ان هو بيفصل في القضية التحكيمية بعد خلاص ما ينظر ويدي الأطراف حقوقهم ويسمحهم ويقرأ ما يقدمونه ويطلع على مستنداتهم، يفصل بقى في القضية التحكيمية بحق ويصدر حكم، وهذا الحكم يجب ان يصدر خلال المده التحكيميه. يعني انا لو قلت لحضرتك ان التحكيم ده مدته 6 اشهر، فانت مش 6 شهور تحكيم وتديني شهر لاصدار الحكم يبقى 7 شهور، 6 اشهر يعني خلاص يوم 30 في الشهر السادس الحكم طلع، بعد كده بيوم في مظاهره الا اذا صح بتعديل الاتفاق. دي من الجزئيه، بيصدر الحكم بيودعه في المركز، بيكتب الحكم كتابه شامله بكافه الاطراف بكافه البيانات بكافه المستندات، ويعرض وقائع الحكم ويعرض حجج الطرف المقدم الطلب ويعرض حضور الخصم ومستنداته ورده ووجهة نظر في المستندات وردود الأطراف وأحقيتهم وفحصه ورأيه الخاص وتسبيبه واستناده، والنتيجة النهائية يصدر الحكم في أرضية التحكيم. ويسري في إصدار الأحكام ذات القواعد الواردة في القضاء العادي. ليه؟ لأن أنا مختص أصلاً، برجع اصلا لقانون المرافعات، ان انا خلاص نهيت التحكيم خلاص هيصدر حكم، انا ما اقدرش ارد القاضي او المحكم، ما اقدرش اقدم مستندات جديده، ما اقدرش ارجع في طلبه، ما اقدرش اعدل، ما اقدرش اطلب الا اذا اتفق الاطراف. الاطراف لو اتفقوا على تعديل حتى ولو كان الحكم هيصدر يقدروا يعدلوه، حتى لو الحكم صدر يقدروا يعدلوه، حتى لو الحكم صدر واتودع يقدروا يعدلوه. أطراف التحكيم قادرين بالاتفاق والموافقة فيما بينهم على تعديل
اي شيء يعنى لهم في القضية التحكيمية. وفي النهاية يتبقى الجزئية الخاصة التي نوعنا عنها انه كما يحق للمحكم بانه يتنحى عن نظر القضية يجوز ايضا رده وعزله طبقا لاسباب قانونية ومقنعة وموافقة لصحيح قانون المرافعات المدنية والدولية. وبهذا أكون قد انتهيت من المحاضرة الثامنة من محاضرات دبلوم التحكيم التجاري الدولي. أنا شرفت وسررت كالمعتاد بتواجدي مع حضراتكم اليوم. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي. شكرا جزيلا.